معلومة من التاريخ الإسلامي. الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طوال نهاره، قال: وربما بت عند داره لأجل حاجته، بمعنى أنه ربما بات في الشارع عند باب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل، كان يحتاج إلى أن يملأ القربة بماء من البئر وما شابه ذلك، فإنه يكون جاهزا للخدمة. أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصحابي الصغير وأراد أن يكافئه، فقال له عليه الصلاة والسلام يوما: يا ربيعة بن كعب سلني، يعني أطلب مني شيئا سلني. فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنظرني حتى أفكر، يعني أعطني وقتا لأنظر، ما الاختيار وما الدعاء وما هي الحاجة التي أسألك إياها، فهذه فرصة ربما لا تتكرر في حياتي. قال: أنظرني حتى أفكر. فلبث الصغير يفكر، ثم رفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد ظن أن الصغير له حاجة من رداء أو طعام أو مال، لكنه خجل أن يطلبها، فقال له: أو غير ذلك، يعني ربما أن لك حاجة أخرى لكنك خجلت أن تنطق بها، أو غير ذلك. قال: هو ذاك، هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصغير قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بالطاعة، أعني على نفسك بالعمل، الجنة لا بد أن يعمل لها، لا بد أن تواصل على العمل الصالح لها. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فكأنك بهذا الصبي بعدها لا يرى إلا راكعا أو ساجدا. وفي السنن أنه أقبل سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان بأبي هو وأمي يفتخر بخاله سعد ويقول: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. أقبل سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وكأنه يريد أن يربي أصحابه إلى على أن يعملوا بأنفسهم، أن لا يطلبوا من غيرهم أن يعمل لهم، فقال عليه الصلاة والسلام له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى إنهم كان عندهم في البيت داجن، يعني معزة يشربون من لبنها، فلما دخلت هذه المعزة إلى بيت جيرانهم بغير إذنهم فأكلت من طعام عندهم بغير إذنهم، فعلم سعد بذلك فامتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته من بيت الجيران بغير إذنهم. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، هذه رسالة في فعل سعد رضي الله عنه، ومن فعل ربيعة بن كعب هي رسالة إلينا، إلى أن العبد الذي يدعو الله تعالى دائما بطلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب التجاوز وقبول الحسنات وتكفير السيئات لا بد أن يزين ذلك بعبادة، أن يزينه بقرب، أن يزينه بذل وتقرب إلى الله تعالى، وهو الذي مدح الله تعالى به المؤمنين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لم يكونوا يتكاسلون عنها، لم يكن الواحد منهم يدعو الله بالمغفرة في عرفة أو في غيرها ثم بعد ذلك يركن إلى راحته، كلا، وإنما كان يتابع هذا الدعاء بعمل صالح. ألم ترى أن زكريا عليه السلام لما نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ارتفعت الدعوات إلى السماء يدعو الله أن يهبه ذرية، قال الله: فنادته الملائكة لما جاءته البشرى
وجاءت إجابة دعائه ونزلت الملائكة لتبشره، لم تجده الملائكة جالسا مع أصحابه يحادثهم ويضحك، أو جالسا على شط نهر أو ما شابه ذلك. قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فإذا كان العبد يريد إجابة دعائه وهو جاد في طلب المغفرة والرحمة، فلا بد أن يتابع ذلك بعمل صالح يستنزل به رحمة الله تعالى من السماء. مر أحد السلف برجل يلعب بالحصى في وسط الطريق، معه حصيات يعبث بها في يده، وهو عندما يلقي حصاة ويتبعها بالأخرى يقول: اللهم زوجني من الحور العين، ثم يلقي الأخرى ويقول: اللهم زوجني من الحور العين. فوقف هذا العالم عند رأسه ونظر إليه، وإذا الرجل يدعو بما في الجنة من متع ويطلبها من ربنا جل وعلا، وهو ليس في سجود أو في صدقة أو في جهاد أو عمل صالح، وإنما في عبث. فالتفت إليه هذا العالم وقال: يا رجل، والله لقد أعظمت الخطبة وأقللت المهر، إن الحور العين لا تخطب بمثل هذا، الذي يريد الجنة ويريد متعها وما فيها مما أعد الله تعالى لعباده فلا يخطبها ولا يطلبها بلعب بالحصى. قال: لقد أعظمت الخطبة وأقللت المهر، إن الحور العين لا تخطب بمثل هذا. وإذا كان العبد مقدما على الطاعة، مقبلا عليها بقلبه، باذلا لها ما يستطيع من عمل صالح، وفقه الله تعالى بعدها إلى فعل طاعات أكثر، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله وفعله. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إن العبد إذا عمل الحسنة قالت أختها: أختي أختي، يعني بدأت الحسنات تتتابع بعدها. فإذا صلى الضحى سهل عليه أن يخرج لصلاة الظهر، وإذا صلى سنة الظهر سهل عليه أن يصلي العصر، وإذا قال الأذكار بعدها سهل عليه أن يعمل طاعة. فالحسنة تقول: أختي أختي. قال: وإن العبد إذا عمل السيئة قالت بعدها: أختي أختي، وذلك أنها تهون عليه السيئات، فلا يزال يتبع بعضها بعضا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتابعون الحسنات وممن يتقربون إلى الله تعالى بها، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل حسناتنا ويكفر سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويتقبل